للوهلة الأولى خيل إلى الحاضرين في حفل موسيقى الكانتري في لاس فيغاس أن مصدر الطلقات التي يسمعونها هو الألعاب النارية ضمن فعاليات المهرجان الموسيقي السنوي، قبل أن يغرق الحفل ورواده في بحر من الدماء. تشير تقديرات الدفاع المدني في مقاطعة كلارك إلى جرح أكثر من 400 شخص ومقتل ما لا يزيد عن 50 شخصا في حادث إطلاق النار. وهكذا تحولت أجواء المتعة والترفيه إلى فاجعة وصفت بالأسوأ في تاريخ حوادث إطلاق النار في الولايات المتحدة الأمريكية، فأعداد القتلى قفزت من شخصين إلى 20 ف50 في غضون ساعات، وبدورها زادت حصيلة الجرحى من 100 إلى 400، خاصة وأن المسلح الذي عرفته الشرطة على أنه ستيفن بادوك وهو رجل ستيني قام باستئجار غرفة يوم الخميس الفائت في الطابق 32 من فندق ماندلي باي المطل على موقع الحفل الموسيقي، ومنها فتح النار على ضحاياه لأكثر من 20 دقيقة حتى شعر مرتادو الحفل وكأن النيران تحاصرهم من كل جانب. كانت هناك فترات انقطاع بسيطة بين زخات الرصاص، غير أننا شعرنا أن إطلاق النار لم يتوقف طوال أكثر من 20 دقيقة. لقد رفضنا في بادئ الأمر تصديق أن ما يجري هو إطلاق نار، إلى حين شاهدنا المغني جيسون ألدن يغادر المكان وبعدها بدأ الجميع بالفرار. وبحسب الشرطة التي داهمت الغرفة فإن بادوك انتحر قبل وصول عناصرها الذين عثروا بحوزته على أكثر من 10 أسلحة، غير أن الشرطة لم تتمكن رغم تعرفها على هوية مطلق النار من تحديد الدوافع المحتملة للهجوم وما إذا كان الحادث مرتبطاً بدوافع إرهابية، إلا أنها نشرت صورة مطلوبة يجري البحث عنها وتدعى ماريلو دانلي، قالت إنها شركة بادوك في السكن. وفي ظل حالة الفزع التي سادت عقب الهجوم، سعت وزارة الأمن الوطني في الحكومة الفيدرالية الأمريكية إلى بث جرعة من الطمأنينة، فأكدت عدم وجود تهديد محدد يستهدف المرافق العامة في الولايات المتحدة، في وقت يستعد مكتب التحقيقات الفيدرالي FBI للدخول على خط التحقيق بحثاً عما قد يجلي الغموض المحيط بدوافع الهجوم.